نخلي لك بلاستي في الصف على شرط. نخلي لك بلاستي في الصف على شرط. على شرط ما تقوليش الجملة هذه. بلاي نجم تعدى قبلك مزروب. أوه. ليه انا 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 نعشق شدين الصف في البوستر. انا 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 مانيش مزروب. ليه بدي شد صف عامل جو عامل جو على الاخر شد صف في الكوشه. بلي نجم تعدى قبلك جيعانه. ليه انا افطرت وخرجت شد صف في الكوشه. هي واي اما اقوى واحده اقوى واحده سلداتون بتاع طبيب. بلي تعدى قبلك مريضه. ليه جايبش نيكري كواد انا. ليه هذه في الطبيب احمد صحيت. احمد العجيمه هو نخلي لك بلاستي في الصف على شرط. مثلا نبدا في الريستوران اوكي انا جيعان باش ناكل. انت تقول لي انا باش ناكل قبلك تك تك نخلي لك بلاستي. اما يطلع التك تك هذيك 40 ساندويتش. ليه بعد تقول لي نخدم في معمل وجويع. ليه باش ندخلني انا باش ندخلني علاش 40 ساندويتش نقول انا ساعتين. انت تقول لي تك 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 انت تعرف معناها نتاع كعب افريكاسيه تك تك هذيك تك تك واش بيك تتكلم تك تك انت معناها انا خاطر جيعان حاب ناكل. نخلي لك بلاستي في الصف على شرط. خلي لك بلاصتي في صف على شرط. تو دي بام البلاصه مش مثلا في مجازان وانت عندك شريو نتاع شهر كامل وتقعد قبل هكا مش مسموح ما نجموش. وشرط اخر لازم فارق العمر يكون فما 20 30 سنه ما نجمش عليه ليه صحيت. ليديا العسلي نخلي لك بلاصتي في الصف على شرط. على شرط انا قلبي كبير اما على شرط تكون انت قبلي في الصف. معناها هاوجي معناتها تكون انت قبلي تاخو انت بلاستي وانا ناخو بلاستك فيها معناتها كريمه كريمه والله قلبها كبير. يلا الوضعيه المواليه نور السعيدي جوك هذايا نهز عليك ابيل فيديو على شرط. هذا شرط مهم ياسر. هذا شرط نهز عليك ابيل فيديو على شرط. ما تعدي ليش عبدك كما نعرفوش تقول لي هاي تعرفوا على بعضكم صحيح عبد الوياد تلقانا انا والعبد نغزل لبعضنا ما ليش عارفين ايش نعملوا. حسوا لايف في تيك توك مش هطلعوا جولة نقص بالحق راهو والله العظيم سيأكرو. انا اكثر حاجة تنرفزني في العالم تعدي لي شكور ما نعرفوش فجأة. اولا انا منحبش نحكي معاك فما بالك شكون اللي من شيرتك صحيح شكون درسش تصير خاطر كلنا انا وياك على فرد عبد في مخنا فرد عبد اي زوز ما تحبوش يطلع في اللايف. انا شخصي قبلنا انه نضرب الذمه مش قاعدين على بيت لايف تيك توك. نهز عليك ابل فيديو على شرط. شو نهز عليك ابل فيديو على شرط؟ قل لي بابا ما تطلبنيش وانت في تنبك الضحكه مع اصحابك هكا بالدموع تطلب نتسام تاع صباح وانا قايم من النوم وتحب متوقع باش نضحك معاك. تقول لي شو صار يا احمد هكا ترى ويبدا يضحك في مونتاج مع بعض وانا قايم من النوم. ما تقولكش بيك يا اخي ما كنتش قد بعدك صحيح نصلحوها. ما تطلبنيش ابل فيديو وانت في افتر صحيح. التسعة تاع الصباح انت قايم من النوم ويطلبك التسعة عامل جو عامل جو ياسر يبدا ملمومين ويحب يحكي لك طرفة كلي عشاء مثلك عشاء وهي برايفت جوك. انا ما نجمش نفهمها معاك. انا ما نجمش نضحك خاطرك انت ستال جاي في راسك. ما نجمش نضحك عليها. انا مانيش حاضر عليها ستال جاي في راسك اي خاطر هما ضحكوا خاطر في الدار يا اخي هو تضربك. انا ما نضحكش عليها هذيك خاطر ما عشتيش ومانيش انا راقد ما تتوقعش مني باش نضحك. ليديا العسلي نهز عليك ابل فيديو على شرط. على شرط توريني الحوايج اللي باش تشريهم لي. هاي فهمت والا باش توريني الحاجه اللي باش تشريها لي ولا توريني البلاصه اللي باش تهزني ليها خاطر انا جايتها لازمني نعرفها فهمت. اما ما تتكلمنيش ابل فيديو خاطرك توحشتني تنجم تكلمني والا تنجم جوست تبعث لي مساج اكاها وحتى الوحش راه يوصل في مساج مش لازم ابل فيديو. وانت قبيله قلت خاطر عاملين جو السبعه نتاع ما تكلمونيش وانا انتم عاملين جو كوخ. انا قلبي كبير ونفرح مع العبيد اللي تفرح وما تكلمنيش وانت انتو كا الميكرو اللي قدام ليديا تهلك بالسم اللي هابط بالحق ثم عندها تصميمة يا لطيف عليش عاملين جو سامحني كان جيتو بالحق عاملين جو ما تكلمونيش هنا ما فما برشا عبيد تاجم تكلموا العجيمي والله ساعة ليديا برشا حاجات جديدة قاعد نكتشف فيها عندك. لا من الأول اللي ما نهزش تليفون. ليه أبار هذا صراحتك. صراحتي أي سيعة دكا هاوي مش نورمال. نهز عليك أبيل فيديو على شرط. نهز عليك أبيل فيديو على شرط ما تكلمنيش طول أبيل فيديو. كلمني وشاورني وقل لي ليش فيش كم خد ندخل بعضينا أبيل فيديو وأنا تلقاني ما نجمش نهز وقتها أبيل فيديو. ما نزلت كي أكسبتيت
ابل فيديو دور جيت ما نجمش تشاورني ولا بعث لي ميساج قال نجم نكلمك ميساج باهي التربيه ما شنو معناها وقاحه الوقاحه انه شخص يقول لك انت وين تقول له مثلا في القهوه ويطلبك طاش معناها يكذب فيك هذاك برافو ياسمين هز صحيح هز خلينا نشوفك وين وين وانت لازم تمشي القهوه في الدار انت تمشي القهوه بالذمه باش راك في القهوه نتمنى مره في حياتي نكلم بابا ولا امي ابل فيديو ونراو وجوههم صحيح تبدا الكاميرا في دقنون تو ليه ما راك اذنها انا يا اخي وعلي سامحني امي تعمل لي ابل فيديو وتحط التليفون في اذنها اي 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 انا امي تبدا تلوج مين تبدا تقلب الكاميرا تعلق عليا باش تقلبها ما تعرفش هي تنجم تقلبها وهي مازلت في الابل فيديو فرد وقت صحيح تخاف توريني حاجه تشري هي اللي تبدا تعمل هكا اي اي نو نو نسوق وانت بجنبي على شرط نسوق وانت بجنبي على شرط اول حاجه على شرط لا كودوار راهي لي انا مش ليك انت راني انا الشوفور راني انا اللي نسوق فهمتي ده احمد لا كودوار لي انا ما تحطش مرفقك معايا تحطش ثاني حاجه اي ثاني حاجه هذه بالنسبه للفتيات اي نسوق وانت بجنبي على شرط ما تقبحش في العبيد خاطرني انا نسوق وعلى خاطر الراجل كيف باش يهبط مش باش يجيك انت باش يجيني لي انا وانا ما نحبش ناكل دراح صحيح ما تخبحش وانت تسوق في كرهبتي زي صحيح ما هو مخطر ياسر فوالا صحيح سيد احمد اي ما حبي العضاي ما عجبتنيش علاش فمش تسوق بسكليت فمش اسمع نطلعوا في الترام بعضنا شوف يقول لك في علم النفس وليكوتش يقول لك شكون ليش شكون يقول لك ليش حضر شكون يقول لك ليش سبان رمال نسمع في حيتي كانوا اللي يقول لك نجيبوا اللي يقول لك هذا شكون اللي قال لك هذيك عش خويا مان دوستوفسكي دوستوفسكي يقول لك خويا يقول لك ليماجيناسيون الحاجه اللي تخمم فيها اللي تتخيلها تنجم تعيشها يوما ما فهمت معناتها انت كنت تتصور حاجه في مخك ماهوش حلم كبير هو لا محاله ماهوش حلم انت قلت حلم معناها ماهوش حلم هو فهمت دونك عندك احلام اكبر من الكره لا امني اشنو كمل اعطيني وضعي اعطيني وضعي بالحق سيد احمد نسوق وانت بجنبي على شرط نسوق وانت بجنبي على شرط كي نبدا نحكي معاك وتحب انت تحكي معايا ما تدور ليش راسي باش نغزر لي قاعد قاعد نسوق نجري 220 ما تجيش تدور لي راسي فهمت انت بسكليتي 220 اي ماني نحب الادرينالين فهمت نصور روحي كيك نسوق تحب تكون ادرينالين اي ادرينالين يطلع لي ادرينالين تحبها هي بالذات ادرينالين يطلع لي ادرينالين بالذات ادرينالين انا علاقه انا هكا انا هكا انا الدوبامين وفما حاجه اخرى ما تعطينيش رايك في السوق نتاع كرنك مشيت يمين كرنك مشيت يسار اش بك مشيت على الماده هي اموري ذيك فما دودان قدر راه فهمت ليديا العسلي نسوق وانت بجنبي على شرط نسوق بيك نسوق بيك وانت على شرط تقعد سكت مساش نعاود لك الوضعيه على شرط تقعد سكت نحب نعاود لك الوضعيه على شرط ما تتكلمش علاش تحكي لي في قصه يا ركز في السوقان يا ركز في الكيس يا ركز في قصه حياتك انا من رايي نخرجوا فاصل نفهموا الروبريك لليديا ليديا لازمني نعطيك لي نونسي لازم تسمع لي نونسي انت تجاوبني فهمت ليديا تسمع فيا بلاش مش صغيره تفهم ليديا تسمع فيا اعطيني لينونسير ليديا عسلي نسوق وانت بجنبي على شرط نجم طبعا نقول هالجمله اللي قلتها قبيله نعاودها على شرط تقعد سكت انت ولا جيمي شنو اللي معايا في الكرهبه يقعد ساكت هو ولا جيمي شكون وحاجه اخرى بربي ناخذوا قرار نتفقوا مع بعضنا شكون اللي باش يشد فرا انا باش نشد فرا مش وقت اللي نجيب باش نشد فرا تعمل هكا بصيغتك خويا الغالي ما عندك حتى علاقه معايا راه وشبابك عايش خويا لازمنا نتفاهموا شكون يهبطهم شكون يطلعهم شباكك صحيح هو على يمينك امانه نقرر شكون شبابك اللي تهبط سورتو في الاوتوروت ما يهبطوش شبابك في الاوتوروت يرحم والديكم تسمع كتر تر 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 هذيك في وذني انا مش في وذنك انت اوكي سواء نعم نتفقوا في أنا نيفو يهبطوا الشباب جملة واحدة باش تكون سيرة ممتعة و سيرة رحلة ممتعة سينو خويا لي وحاجة أخرى كمل لنا السيرورة كم استنى حاجة أخرى بربي عاود لي بربي لنانسي نسوق وانتي بجنبي على شرط على شرط أنا نتحكم في الراديو
ما نجموش الزوز ندسكروا مع بعضنا اوكي حتى باش نهبطوا افيش من بعد راهو فلان الفلاني انفايتس يستدعاك باش تدسكر معاه اوكي مش تدسكر وحدك اوكي ما تعجبش انت تختار الرجل الوحيد اللي تحب عليها انت باش تسمعها خويا الغالي انا مثلا ما نحبش نسمع مارون بوزيين ما نحبش نسمع نحب نبدل انا حره ليديا وغنياتي مثلا حتى سيدي ليديا قلبها مع عبد ليديا وانا حتى سيدي انا حافظه استنى حافظه النمرو 17 شنيه الاغنيه حافظتها كين انا ليديا حد مترا معك تهنا ليديا ما طلع حد معك سوق وحدك انا باش نقرا حاجه اخرى برا سجلنا انت ناخذ تراه ليديا مش بانورما سجلنا ليديا فما تكسي جميعي لا مش بانورما هاني كعبيه شيل حياتي مناش بقدر اني انا يا معلم كل ما تحكي العجيب العجيب مش دخلني انا مليش ترى معاك ليدي يا ولدي هذاك شو وعندي صاحبي خلاص يوقفك من بعد يا ولدي سامحني هذاك كليه مزوم رافق وشبيك عايش خويا انت حاجه اخرى بربي مهمه تفضل الساعة نسألو كن نجمو نتكيفو في الكرهبة وإلا ليه ما تشعلش هكيكة وحدك وحدك وتحب تتكيف في السيارة اللي هي سيارتي نو في مير عايش خويا لازمك تستأذن قبل فهمت مش عليك يا العجيمية ما تستأذن عايش خويا فهمت قو حبيت نقول لك وكا قبل ما تطلع في كرهبة ليديا اي ده حساباتك لازم تعمل اي وتقرأ موضتين قبل ما تطلع في كرهبة وتقعد راسكم تعبس موضتين بديكم تقرأهم خلق تخاف تخاف من السياقة وقالك تقعد ساكت راب سيئة زي مش سافرة لا مش نرمال ياسمين سامحني الدنيا نعرف عندك وقتك انا برجولية بعد ما سمعت في الكرهبة كيفاش مع ليديا شتيت نطلع في باقة اي اي الحقيقة انا شتيت نطلع في باقة ضربت متراك مي سيرش علاش يضربوا فيا على مصلحتي على الاقل في باقة لازم تحكي تقوم بلاي سيابني صحيح ليديا ما تحكيش جملة صحيح ياسمين حداد نسوق وانتي بجنبي على شرط نسوق وانتي بجنبي على شرط بديش تعمل لي في نقل مباشر فما طفل فما دودا فما كرهبة فما امرأة فما راجل فما حفرة جعل يمين جعل يسار خليني عندي عناية سافا عاملة لازايخ زيدة دونك سافا فما منه وي فما منه على الاخر يلا الوضعية الأخيرة في على شرط كالعادة نور السعيدي أبابا نصدق أخبار الفيسبوك على شرط نصدق اخبار الفيسبوك على شرط ما يكونش خبر من باج اجنبيه بعد اللي صار الحقيقه نتاع ربي بعد فلسطين والكل معناها ريت الباج نتاع تونسيات مطلقات نصدقها اكثر من كانال بلس والله يلا احمد العجيمه ونصدق اخبار الفيسبوك على شرط على شرط ما نصدقش اللي ميسي من جندوبه ما صدقيش ما تلقك الفيديو ذوكم اللي يعرضوك ميسي من أصول تونسية ثلاثة حقائق تثبت لك اللي ميسي من أي أي ذوكم كميسي من ميسي من أريانا عرفت ما ذوكم ما كتجاك نميز الحي أي فما حاجة أخرى ما صدقيش عاصفك ولا أخبارك اللي ديما كل عام يهبط نيزك سيضرب الأرض 2026 يا أخي ريتك حاطت أب شنو؟ ريتك حاطت أب أب ولا مش أب هو جاي نيزك سي معناها ما عندك ما تعملش لكن عملوا أب باش يتقلق من التنمر ويبعد ما فهمتش معناها فهمت ذوكم هذوكم زاد ليديا العسلي ربي قدر الخير نصدق اخبار الفيسبوك على شرط ما طلعش مع الكهرباء يا ايزي عاد سيب لي ليديا يعيشك يلا ليديا عسلي نصدق اخبار الفيسبوك على شرط على شرط تبات موزايك خاطر برشا مرات غلطوا في اخبارهم والله ما نعرفش ساعات تعرف اللي هي غلطه راه اما تصدقها من داخل فما باج فيك على باج موزايك اصدق من اخبار اصدق من اخبار موزايك امي ساعات مثلا خاطر ديما تبع بالنسبه لي هي معناتها سورس فيابل معناتها وكل عاد ساعات تهبط الارتيكل معناتها على اكتواليتي وكل من بعد يوضح انه المعلومه هذيك غلطه تحس بخيانه قولش عليها خلنا الدوله احنا اي انا امي من جماعه قالوا في الفيسبوك هذيك هي فيسبوك عندها بنت خالتها كان بارتاجيوها راهو سي هذيك حاجه سور معناتها وحكيوا عليها العالم الكل كان ثلاثه بنت خالتها هذوكم هما كصاحبتها وكل سينا فما شيء ياسمين حداد نصدق اخبار الفيسبوك على شرط
صدق اخبار فيسبوك على شرط نشارك في بهلول الاكاديمي وجينا اللوج. هربا هربا او النور حلوه حلوه طبعا نشارك في بهلول الاكاديمي طبعا. يا اخي ايش باش ترجعي لي هنا يا اخي؟ السخت السبوعي بربي تعرفوا حلقه السبوعي هذيك ذكرنا فيها وقتها إيماني مشيت لبوها قالت له نحب تعمل مانكينا فاز هكا قالها على شرط نخليك ما نشارك في بهلولة أكاديمية وجي أنا لو أوبسيرفاسيون يا مروان أنت ما عرفتيش أما ما فهمتيش. برافو ياسمين ما فهمتش راه مي برافو ياسمين أنا فهمت ياسمين راجل كبير مروان راه ما يتفرجش في الحال ياسمين أحسنتي الأولاد عايشك.